أمينة خليل في الفترة دي بتعيش فترة تألق ونشاط فني كبير جداً، وشفناها في مهرجان القاهرة السينمائي إزاي كانت حريصة على المشاركة في الفعاليات، وحضرت عروض عديدة من الأفلام من بينهم عرض فيلم حظر تجول اللي بتشارك في بطولته، إلى جانب طبعاً الفنانة إلهام شاهين وهو أول فيلم بيتعرض لها في مهرجان القاهرة. وما ننسى أيضاً أنه إطلالات أمينة في المهرجان كانت ملفتة وموفقة. اللي بيلفتني نظري عند أمينة غير اهتمامها إنها تكون على الموضة، إنها بتعرف إيش ستايل الأزياء والميك أب اللي بيلبقولها، خاصة إنه ملامحها يعني جذابة، فيبغالها ستايل كذا شوي كلاسي وسيمبل. مزبوط عن جد، يعني معك حق، بس كمان هذا الستايل كمان شفناه إنه اعتمدته بأحدث جلسة تصوير لها مع مجلة سول أريبيا، ونحن رافقناها حصريا بالكواليس وكشفت لنا عن الحب الجديد اللي بحياتها بالإضافة للتمثيل. بحب عامة المودلينج جدا وبحب الفاشن جدا، فأول لما بيجي لي فرصة ان انا اعرف العب وابقى مودل ونسيب التمثيل 5 دقايق ونرجع له تاني بتهز الفرصة دي. وبالفوتو سيشن بنلاحظ ان امينة مرتاحة جدا في الشغل مع التيم، ويمكن ده لانها اتحمست للكونسبت من اول ما عرفت عنها. دايما انا بحاول ادعم كل الماجازينز المصرية والعربية، بحاول انه بقدر الامكان انه بحس انه بنبنفت من بعض، واتبسطت جدا في اليوم النهار ويا رب ما تطلع الصور ان تعجبكم كلكم. وبالفوتوشوت بتظهر امينه باربع لوكات ما بين الفينتج والمودرن، ومنهم البينك فيلفت سوت مع قميص اسود وبراش ضخم، واختارت شعر سيمبل والميك اب كان معتمد على الايدجي بلاك ايلاينر وشايني ليب جلوس. اما اللوك الثاني فكان شورت سوت براون نسقت معاه حلق كبير جولد من دولشي اند جابانا، بس الشعر المره دي كان مربوط والميك اب كان مركز على الاورنج ريد اي شادو. الفوتوشوت ده انا عجبني جدا اول لما جالي المود بورد بتاعه، بحب الشتاء وهو كله شتوي وكله باترنز والقماشات كلها شتوي، واستاذ سعيد رمزي الستايلست عمل شغل لطيف جدا ومبسوطه بيه قوي، وما فيش شك انه اكيد هيعجبهم لانه تم اختيارها بسبب انها واحده من الفنانات اللي قدرت تحقق نجاحات كبيره في الفتره الاخيره. ابرز النجمات الموجودات على الساحه العربيه والمصريه، يعني على الساحه المحليه هون، والفكره مختلفه وجديده من ناحيه الستايلينج وشكل الصورة اللي هتظهر بيها. هو احنا بنحط مجموعة افكار اكتر من ريفرنس واكتر من كونسبت، وبنروح على الاشي اللي هي ما طلعت فيه من قبل. بنلاقي اليوم امينة عم نروح بميكس بين الفينتج والمودرن، عم نصور فور لوكس وينتر لوكس، وتم التصوير في مكان اندور لانه الانتيريور الموجودة بالست اللي مختارينه مرتبطة بتكنيك الاضاءة. حاولنا نقرب شوية من المنطقة دي اللي هي منطقة لا هي قديمة قوي ولا هي جديدة قوي، بتبقى برضو وورم شوية وفيها دفء. سعيد رمزي الستايلست معانا عامل شغل حلو جدا، بيري صابر برضو ميك اب ارتست، ومعانا شعر كيمي، الكرو كله عامل شغل لطيف جدا، يوم ظريف يعني زي ما انت شايفه. ودي مش اول مره شريف بيتعامل فيها مع امينه، بس المره دي الدايركشن كان غير. امينه فيري بروفيشنال يعني في منطقه الفوتوغرافيا بالذات، كمان لان انا اشتغلت معاها برضو زي ما قلت لك كتير قبل كده، هي عارفه ازاي يعني تاتراكت اللينس بتاعتي وازاي ان البوز مظبوط، ما بحتاجش ان انا اتكلم كتير، هي اتصورت كتير ما شاء الله برضو، فايه ده مديها برضو خبره في الحته دي، فده مريح جدا بالنسبه للفوتوغرافر. برضو ملامح الشارب قوي دي انا بحبها في التصوير، بتفرق في اللايتنج جدا، الموضوع بيبقى ريتش كده فاهمه، بيبقى ظريف يعني. ومن بعد نجاح فيلمها الاخير حظر تجول الى جانب الهام شاهين، خاصه في مهرجان القاهره السينمائي بدورته ال 42. يمكن مش هيفضل لنا فرصه تاني نتكلم. انا حقي اعرف ليه حرمتيني في نفس اليوم منك ومنه. فأكيد مش هنقابل أمينة وما نسألهاش عن تحضيرها لفيلمها الجديد وهو بعنوان وقفة رجالة. ده فيلم كده خفيف لذيذ كوميدي، مبسوطة قوي برضو بالتجربة دي، فكرة انه عمل واحد يجمع أستاذ ماجد الجدواني وسيد رجب وشريف الدسوقي وبيومي فؤاد في كومبو واحد، يعني ده فيلم I think انه مضمون انه هيبقى فيلم حلو يعني. وفي النهاية حبينا نعرف منها إذا هتشارك بعمل رمضاني لعام 2021. إن شاء الله في مسلسل هينزل في رمضان الانتاج استاذ عبد الله بالفتوح، ومش هتكلم عليه، هتشوفه بقى.